نحن الآن متواجدون أمام القرية الإفريقية أو قرية كأس أمم إفريقيا، وهي المكان المخصص لإقامة المنتخبات التي ستجري مبارياتها هنا بمدينة بواكي، منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو، منتخب أنغولا ومنتخب موريتانيا. نعلم جيدا أن المنتخب الجزائري فضل عدم المجيء إلى هذه القرية واختيار فندق قريب جدا من ملعب بواكي، لأن هذه الإقامة حسب الاتحادية وحسب المدرب جمال بلماضي لا تساعد إطلاقا على إقامة المنتخب الوطني. حاولنا الدخول إليها لكن منعنا، لكن بعد حديث معهم سمحوا لنا بالدخول دون كاميرا. الإقامة هذه تتوفر على شقق فخمة، لكن ليس ظروفها لا تسمح بالتركيز، خاصة أن المنتخب الوطني أتى إلى كوت ديفوار وإلى مدينة بواكي من أجل التتويج باللقب. كما قلت هذه القرية تضم شقق فخمة، لكن كل شقة يقوم فيها 4 لاعبين، كما أن اللجنة المنظمة تجبر المنتخبات على عدم إتاء بأي شيء من لوازمهم، لأن الإطعام مسألة الإطعام ستتكفل بها داخل مطعم مشترك، وهو الشيء الذي يرفضه المنتخب الوطني الجزائري. نحن نعلم أن المنتخب الجزائري أثناء تنقلاته إلى كل البلدان الإفريقية يقوم بنقل لوازمه، وحتى طباخ المنتخب يتنقل مع المنتخب، وهو الشيء الذي لا يتم السماح به هنا في هذه القرية. ملاحظ بالرغم من أنها قرية فخمة، قرية تتوفر على بعض الأشياء، لكن اختيار الفندق والابتعاد عن تجمع كل المنتخبات هنا أمر أصابت فيه الاتحادية وبنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن هذه القرية توجد في مكان معزول وبعيد جدا عن مدينة بواكي. الطريق هنا طريق طويلة وطويلة جدا قبل الوصول إلى هنا. الحافلة المنتخبات تستغرق وقت طويل، بالإضافة إلى بعض الاكتظاظ، كما أن هذه القرية لا تضم طريق مباشر إليها، وهو الشيء الذي سيتعب اللاعبين طبعا في تنقلاتهم من القرية إلى مراكز التدريب ومن ثم إلى الملعب، وهو الشيء الذي يتم رفضه من قبل الاتحادية الجزائرية التي فضلت الاختيار الفندق، وهو اختيار صائب بنسبة كبيرة إلى أبعد الحدود، لأن الابتعاد عن تجمع المنتخبات يسمح لأبناء الجزائر بالتركيز جيدا في هذه المأمورية الإفريقية. كما تشاهدون الآن الصور من داخل القرية، هي كما قلنا قرية فخمة مجهزة بأحدث التجهيزات، لكن لا تساعد المنتخب الوطني إطلاقا. كما قلنا وأعيد، هي قرية فيها كل شيء، وفرته هنا اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، لكن لا يتناسب مع متطلبات المنتخب الجزائري الذي لطالما فضل الإقامة في فنادق فخمة وفي فنادق قريبة جدا من الملعب، وهذا ما يسمح له من به التنقل بأريحية بين الملعب والثانوية الكلاسيكية التي سيجري فيها حصصه التدريبية، بالإضافة إلى التنقل إلى ملعب بواكي. كما قلنا هذه هي تفاصيل القرية الإفريقية التي ستقيم فيها المنتخبات التي فضلت القدوم إلى هنا بدل اختيار فندق مثلما فعل المنتخب الوطني.